فيلم أمو أميرة هو فيلم عن ست بتبيع سندوتشات بطاطس في الشارع. لو كان في حاجة خليتنا نعمل الفيلم ده فهو الشخصية نفسها. هي شخصية عادية جدا، وأنا دايما بميل للشخصيات العادية اللي هي تكون أبطال أفلام، لأن بحس إن في تفاصيل حياتهم اليومية ما يستدعي إن هما يكونوا على الشاشة. حتى لو هقدر أقول إن في حاجة ساعدتني إن أنا أكمل الفيلم ده فهو الشخصية نفسها. هي شخصية تسمح إن هي تديلك مساحة من التواصل، ان انت تدخل جوه تفاصيل حياتها وتطلعها كويس جدا على الشاشه. في الثلاث سنين اللي فاتت دي اعتقد ان المواطن في العالم العربي بدا يحس ان هو في حد ذاته بدا يكون مش مجرد خبر، لا كمان صنع للحدث، كمان صنع للخبر، وبدا يحب يشوف نفسه وهو بينقل الاحداث اللي بتحيط بيه، وهو بينقل الوقائع اللي بيمر بيها يوميا. فاعتقد ده شيء مهم جدا ان قصص الناس تطلع على الشاشات، واعتقد ان النوع ده من الميديا هو اللي هيستمر الفترة الجاية. يعني الانسان نفسه ما يكونش هو موضوع الحدث، لا كمان هو الصانع بتاعه، وده بيدي مصداقية اكتر كمان للاحداث نفسها.